استطاعت الفنانة السعودية لنا اللبودي أن تقدم نموذجاً متميزاً للغناء باللغة العربية بألحان غربية لتضع بصمة مختلفة لفنانة سعودية في عالم الغناء العالمي، وأكيد تخرج بأغاني وجدت أصداء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو معكم مشاهدينا لنا اللبودي. أهلا وسهلا فيك لنا. أهلا فيك، نورتينا. بنورك. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. شكرا للاستضافة. يعني مبسوطين كثير أنه في مواهب كل يوم ما شاء الله قاعدة تطلع من شابات وشباب سعوديين، وكل مرة نتفاجأ أنه في فن جديد، في طريقة مختلفة، في لون مختلف. فكيف بدأت رحلتك في عالم الغناء وإيش اللون اللي اخترتيه؟ كنت مبدئيا يعني بغني، بدأت أغني بكاريوكي وكاريوكي وأشياء كذا في غرفتي. أنا عاد أموت في الكاريوكي، لعبتي، مع أني أنا أسوأ واحدة في البنات لكن مصممة أني أكمل. أنا أنشز واحدة في الحياة بس ومستمرة مستمرة أيوة. وبعدين إيه، كنت أحب يعني برضو كنت أحب كطفلة أسمع طيور الجنة وأشياء زي كذا، كنت أحب أغني معاهم كذا، وواحدة واحدة بدأت أغني لعائلتي لهذا. إيش نوع الأغاني اللي يعني اللي تغنينها أو اللي تحبينها؟ أحب mostly أرتاح أغني بالإنجليش لأنه أحس إنه كذا يطلع، يعني أحس إنه أحب أسمع صوتي بالإنجليش أكثر شيء. لأن ما شاء الله مو بس إنجليش، يعني أنت اخترتي الغناء بالفصحى، يعني مو لغة عربي عادي، فصحى وإنجليز دمجتيهم مع بعض صح؟ كيف كذا؟ كنت أتفرج على يعني مغنيين ثانيين يسووا كوفرز ويدمجوا بوث عربي وإنجليش، فكنت أقول إنه ليش ما أجرب أنا أسوي شيء زي كذا، وإنه شفت إقبال مرة كثير من الناس عجبهم هذا الشيء فالحمد لله. أنا ودي بس يعني عشان نقرب الفكرة للمشاهد أودي، وش رايك نقول لنا بليز غني لنا شيء من اختيارك، من الحاجات اللي أنت تحبينها، نبغى نسمع منك شيء. ممكن أغني لكم my first original. تفضلي. لست أبكي لا تروني، هذا داء في عيوني، ليس دمع ليس حزن ليس جرح، اتركوني، كنت أزهو بالجمال عندما كنت قبالي، ليتني أنقل صوتي لك من تحت الرمال، انتظر أمسك يداك لا تغادرني وراك، أنت حلمي بالمنام ما لي أصحو لا أراك. الله الله عليك. هل تعتبرين نفسك نموذج للشباب اللي يحب يدمج بين الغربي وبين العربي؟ يعني يعني بتمنى انه اكون يعني نموذج، انه حد انه يطلع له انا في أغانية او في الكوفرز اللي اسويها، بس شفت انه بالاوريجينال اكثر من احد اخذها وغناها بصيغته يعني بطريقته هو، ومرة اتبسطت يعني عجبني انه مو كلهم اخذوا نفس الشيء وسووه نفسه بالضبط. الأغاني اللي تغنينها لنا، يعني هل في أحد معين يكتب أو يلحن وأنت تغنين، أو أنك تأخذين مثلا من الفنانين المعروفين تأخذين تقتبسين أغانيهم وترجعين تغنينها؟ Actually لا، في أسوي covers لفنانين وكذا، بس عندي 2 originals اللي هي لست أبكي وسحالي، واثنينهم كتبهم الكاتب عمرو حسين، هو اللي كتب ولحن سحالي، بس لست أبكي بس كتب الكلام وأخذنا لحن نوفال بيانكي المعزوف. طبعاً كل فنان عنده قدوة في هذا المجال، أنت من قدوتك في هذا المجال؟ ما أتوقع أنه ممكن ناس كثير تعرفه، بس قدوتي علاء وردي، لأنه كنت أسمع له من وأنا صغيرة وأشوف أنه ما شاء الله يعني مرة كرييتيف، أنه مو بس على صوته الحلو بس كان يسوي أشياء يعني مثلاً في 2010 ما حد كان يسويها، يعني أشياء جديدة، وكان يسوي كده إنه يسوي صوت آلات موسيقية بس بصوته كله. الله. يس. جميل جميل. يعني أعتقد يعني عدد من الأغاني اللي قدمتيها لنا صارت عدد المشاهدات كبيرة،
وردة الفعل من الجمهور كانت جميلة. كلمينا عن شعورك، كلمينا عن ردة فعل الناس قبل ما تنزلين هذه الأغاني، كيف كان شعورك، القلق، الخوف اللي ما تنامين في الليل تشوفين ردة فعل الناس بكرة؟ صراحة يعني أبدا ما توقعت أنه يعني لست أبكي الحين، الحمد لله تقريبا 8.5 مليون على يوتيوب. أبدا ما توقعت أنه في خلال كم تقريبا، هي نزلناها الظاهر في 2018 أو 2019، ففي أول ما نزلناها ما كانت مرة، بس بعد اشتهرت في فترة الحجر مع كورونا. إيش اللي سوق لها؟ أكثر شيء تيك توك أتوقع، يعني كأي شيء يروح ترند على تيك توك تسوق له. بس لا، وأنا قاعد ألاحظ الفترة هذه قاعد تطلع هذه الثقافات اللي يدمجونها مع بعض، العربي مع الإنجليزي والأشياء هذه. طب إيش رأيك تعطينا بعد واحدة أغنية نسمعها؟ اللي قلتي الثانية والشي اللي لحنها سحالي. لا تفضلي. سمعت شخصا قال لي في مرة، احذر سحالي الإنس والحيوان. فسألته ماذا عنيت بصدمة، فأجابني من دون ذكر فلان. يا من ظهرت بصورة وخدعتنا، وقد امتنى تلهو بوجه ثاني. أتظن أنك في القناع قنعتنا، أتظن أننا لا نراك تعاني. كلمات عميقة جدا، يعني اللحن جميل والكلمات أجمل، يعني كلماتها عميقة مو عادي، يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني إيش تطلعاتك المستقبلية لنا؟ للأمانة صوتك ذكرنا أنا وأودي، يمكن كنا نحكي قبل شوي بالأصوات الأصيلة القديمة حقت، شفت الكرتون القديم اللي جيلنا أنا وأودي كنا نشوفها، زي ريمي، زي عهد الأصدقاء، زي كذا. حسيت إنه صوتك يعني مش زيهم لكن قريب، ذكرني في الصفاء، في البراءة، وفي ما شاء الله يعني فعلا النبرة النظيفة اللي ما فيها شيء. بالضبط، حتى يعني اختيارك للكلمات كلمات عربية فصحى، نفس اللي احنا يمكن كبرنا عليه. فما تحسين ان هذا الشيء ممكن ان بكرة يكون من خططك؟ هل لو جتك فرصة ممكن تقبلين تكونين في هذا المجال؟ صراحة ليش لا، بالعكس، يعني أحس most of الناس كبروا على هذا الأغاني، وأنه رشرة يعني طبعا، فليش لا، بالعكس I would love to. إيش ممكن النصائح اللي تقدمينها لجيل الشباب من المغنيين؟ بحس لا تغني شيء وأنت مو مقتنع فيه أو مو مرتاح معه وأنت تغنيه أو تقدمه. يعني في ناس مثلا ممكن ما تكون مرة مقتنعة بالكلام أو مو مقتنعة باللحن، بس يغنوا وخلاص. فأحس أكثر شيء يعني أنا أركز عليه على نفسي، إنه ما أغني شيء ما أرتاح له أو كلمات ما أرتاح لها، عشان ما حتطلع صح أو ما حتطلع بالنبرة اللي، لأن الغنى إحساس أنا أشوف. بالضبط. طبعا أجل أنت على كذا إنسانة عميقة، اختيارك لهذه الكلمات يعني شكلك إنسان. يعني أنا كيف بدأت، أنا وعمر كنا كذا بس بنسوي زي جامينج سيشنز وبنغني كوفرز في كافيهات وكذا. بعدين جاء سمعني أول شيء لست أبكي، وما كان يعني حتى لسه يبغى يطلعها للناس وكذا، بس ما شاء الله كتابته مرة، يعني ما في شيء كتبه ما له معنى، إنه يكون جاي من وراء شيء إنه له معنى. وكان هدف. أي له هدف بالضبط. تحسين اليوم أن الانفتاح اللي المملكة قاعدة تشهده اليوم، القفزة النوعية اللي قاعدين نشهدها في حتى تفكير المجتمع، حتى تفكير المجتمع، وهذا الانفتاح أثر على ذوق الشباب والبنات في اختيار وانتقاء الكلمات والفن، وصاروا يعني زي ما تقولين يقدرون الفن بمعنى فن؟ بحس الحين مع الانفتاحات والأشياء اللي صارت مرة طلع يعني أشياء وناس إنه تفهم في الفن أكثر، أو يعني كانت ممكن موجودة من زمان، بس زي ما تقولي المجتمع ما كان مثلا يسمح لهم، ما كان يتقبل. صح، أو مثلا إنه ناس برضو تغني مرة كثير وما نعرفه إلا هالحين لما صار ينفتح الأشياء، يعني عشان صار في إيفنت، صار في أشياء الناس في ممكن تشارك فيها. بالضبط.
نعم نعم أكيد يعني الدعم موجود من وزارة الثقافة، ومشكورة على الدعم اللي تقدمه للبنات والشباب، وكمان وزارة وهيئة السياحة مشكورين على كل الدعم اللي قاعدين نشوفه سواء في المواسم أو غير المواسم. لنا شراك تسمعينا شيء أخير؟ عادي خذي راحتك، خذي راحتك، خذي راحتك. حتى لو تسمعين أغنية مو شرط تكون لك أنت، يعني ممكن تسمعين أغنية أنت تحبينها ولا بالإنجليش، ليش لا؟ مو أنت تحبين تغنين بالإنجليش؟ من اختيارك، تفضلي. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she found a way I didn't give to you. Oh friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you remember that you... من أجمل أغاني أديل للأمانة، ومرة ضبطيها يعني قاعد تخيلها مع باك جراوند ما شاء الله عليك، يعني موفقة أكيد، وإحنا نتمنى لك كل التوفيق. مبدعة. شكرا والله. شكرا لك لنا، شكرا تواجدك اليوم معنا، أطربتينا صراحة واستمتعنا. والله أنا استمتعت، تجربة جميلة صراحة. شكرا لكم مشاهدينا، أكيد إحنا مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل.